السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحابت وين السلام وصبح وناكسن ماني وناكسن وقت وال بأيدين تحري وناكسن دهور وناكسن عصر وناكسن مخرب وناكسن ما شاء الله. ما توحنا وضع إن شاء الله قيسة كسابسن ما شاء الله نينك قرقة له أما نس وحاف عربي قال له صاحب البيت كا إيو نينك قرقة وكإجاري ما شاء الله تبارك الله قيسة دوحي كسابسن تهي فضلك إليه هاي سليك النبي ما شاء الله تبارك الله iyo mucjisada ay leedahay ma sha Allah tabaarakala mucjisada dadka soo baroobay aniga kamid ah ma sha Allah tabaarakala waxa idin leeyahay hadii dhil sanina saliga nabiga qisada sidaan u bilaabatay ma sha Allah tabaarakala maalin maalmaha kamid ah ayaa nin wadankan u dhashay Saudiiga masjidka jiiraanka u leeyahay ku tukan jiray maalin jimca ee salaad al fajr kamid ku tukaday ninkii oo مسكين كأهاي أو فقير كأهاي أو وطن كانوا ولا شيء صلاة دي مركي لما يستين لنا وفريست مساجد كا إمام كي مسجد كا إمامنا أساك إيه خطيبنا أساك إيه لبضة شيء بان نيكا ساسكو هاي أو إمام كي مسجد كا نيكا فقير كي جيران كلا مركز وأركي نينكي ومهموم إيه أما هم سارا فكير إيه على الحمى وجهي سبتلين يهي ظروف كموقته نيكي إمام كهاي وو إماضي نيكي جيران كأهاي أو مساجد كمر والبكسو تكناي نين صالح أو في عن أو صلاة هل صلاة إي دافين أو مر والبجماعة دكسو تكذو أها عساك طيب وهاي ما شاء الله تبارك الله إن شاء الله منا في عندها الرجينا يا ما شاء الله تبارك الله صلاة على رسول الله نيكي وحب السجاي قف أو لقيب سيد مرو كذا ما شاء الله تبارك الله وحش قصدك كشيكينا يعني وننك إمامك مسجدك ما شاء الله تبارك الله قبلها وحيك صوت البدين بعد فيديوهات أما بعد القصص أو ودنك أجوك كترجمين كرتين نوس وترجمان قصة عن قصة أف صومالي وترجمان هاي واي وقصة أف عربي أكوصو محلها مقلي ما شاء الله تبارك الله بعد كده ننكي أو إمامك هاي ودقيستي ننكي قولك لغا بحسناي وله ما أنت نينكي وحقيقي ما ذي شلي وحقيقي من نينكي صاحب البيت كهاي وحقيقة طلب ذي جورج إنك جورو أذي جنوا أكتر ظروف تي ذكر يهوس أنا وحنا هنين مسكين إيه وحبا أن هي سنين إن إيه ورقبو إيه آيات هاي لا فوق ولا تحت إنا وحبا هي سنين أما كريهوس وإيه ورقب تاع يعني نيه هو إنا أنا وحي سنين ونن مسكين أنا هاي لما يري راح يستا وقبله وبدن نينكي على الكوبدية وحويري نكي سحب البيت كهاي وحوي دهاي قري إيجا بحق أسبوع هرت هذا نكي أو إمام كهاي وحوي على الحمى يمرقة أنا نكي إلى قبطي إندي سنة وحوهانن قرقان بالدموع أما أوهنو كتاك تاجن عد كيسن قريرة عشان حزن كأيو على الحمى ضحيسو أنا نفتر كيجا كآبة إسوق قرطي ولي نكي إمام كهاي آدي هذا أجح على الحموضي نينكي ظروف تهايسي نينكي حوليا وين أودي بناتي وين أودي عيالي عندي أطفال صغار يعني عيالكي انتي كيا قبلي انتي كيا جيت كمان كيا أوديهم فين أوديهم في الشارع يعني وحن ما وحن كيا جيتك أنا يعني ظروف تيدي ظروف أدقى كجرا نينكي نوحو فرصة إسي إسبوع ما شاء الله تبارك الله نينكي وحوليا وحقا وقبان كرام مالهن أني نينكي إيمانك وحده أني حتى مرقدي نينكي وإلى قبطي وادجية وحن رهي إن شاء الله إلهي فرج كيسو دوية هاي إن شاء الله قرقة آد إن شاء الله دعيسو ما يصير إلا خاطرك وح أو ربا مرد عاي إن شاء الله إلهي يعني قاطر كاد أما ظروف تاد إلهي وكو طبطبي دونا أما إلهي مراد كاد وكو سهل دونا إن شاء الله فمن توكل على الله فهو حسبه نك إلهي توكله إن شاء الله ما ضيعايو دعيسي إن شاء الله حدنا وقت صلاة فجر الوجرا ومالين جمعة مالت الجمعة هنا وحاكو جرته ساعد أو مستجاب إيه أبو فلان ونك إمام كالله هدلا نك مسكين كأهاي يا أبو فلان قرقتك إن شاء الله دعيسو إلهي بري إن شاء الله إلهي فرج كيس ودوي هاي نكي ساحب نكي يعني إمام مسجد كهاي سيدا سو نكي أسر سري وقلبه وجوده جيه نكي سا جورج لقى بحسن مسكين كهاي جورج يسيو آذي بعد صلاة الفجر كي بعد الشيق وبعد
murugo asagii iyo ninkii imaamka masjidka ay isla wada murugoodeen gurigiisa uu aaday wuxuu xasuusiyey in saacad istijaabe ee maalinta jimcaha ay ku jirto. ninkii maskiinka ahay gurigiisii uu tagay markuu gurigiisa tagay salaadii qol ayaan isku xiruu leeyahay markii dambe maasha allah gadaal uga sheegi doonaa. bacdigeedii ninkii imaamka ahaay wuu baxay nin walba gurigiisa uu aaday ninkii guriga lahaynin oo guriga laga baxsanayna gurigiisa uu aaday ninkii intuusan seexanin min maxaa la dhahaa min bacda salaada alfajirkii ama salaada fajirka kadib masjidkii ka noqdo guriga u noqday wuxuu u fadhiistay dikriga ilaahay wuxuu u fadhiistay salaata cannabi allahuma salli calaa sayidina maxamedin wacalaa aali wasaxbihi wasalim. intaas ayuu fiidiyaha aan kasoo aan idinkaga turjubaanaya aan kasoo wariyey ilaa saligii nabiga ilaa intaasaa lagu ekeeyey saligii nabiga ayuu ku celceliyey ilaa laga gaaro saaca 11 laga gaaro 5 saac ilaan adinka koowaad aa la adimaa maalinta jimcaha eh 5 saac hadda waqtiga qabuubaha markii la galay ilaa 5 saac iyo bara la adimaa ilaa adinkii ciyaalka ay iga kiciyaan markaas ay ka kiciyaan islaantii uu qabay iyo ilmihii uu ninkii maskiinka ahay wardinaayo saligii nabiga ku celcelinaayo. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بعد جدي ما شاء الله تبارك الله صلاة ديالو سلسو دياري دهر كي أها صلاة دي دهر كالا دوكذي ننكي ولي مهموم واي حزين وي هاي تيسا حيساتو ما شاء الله تبارك الله مروغو اسبوعي يا لبا مالين مالين تلباد وبلابان يسو يعني جمعة هسو صعدو وإنو قرغو كغورا ننكان muddadaasa loo qabtay horey iyo gadaalna wax kama yaalin. waa nin baahan, waa nin faqiir ee, waa nin maskiine, waa nin duruufi ee aad iyo aad maasha allah tabaarakala u dilootay ilmo yaryar oo gabdho u badanna uu qabaa maasha allah tabaarakala. salaadii yaa la aaday, waa la soo dugtay, khudbadii yaa la soo dhegaystay, waa la soo dugtay. khatiibka wuxuu dhahay bacda aa khudbadii jeediyey aan dadkii imaam u noqdo salaadii aan tukanay ninkii meesha isku salaanay weli sidiisi iyo wejigii u bedelan yahay, weli murugadii waa ka muuqataa. aniga bacdigeedii maasha allah tabaarakala markii salaadaha laga kala noqdo nin walba gurigiisa uu aadayaa salaadihii lasoo dugtay, salaadii aan dhammaysanay guriga nin walba gurigiisa uu soo aaday. bacdigeedii haddana salaadii casirka meesha iskugu nimid, sidoo kaleeta ninkii weli waa murugsan yahay maasha allah tabaarakala. ilaahiyaa faraj furaayo insha allah ilaahay bari maasha allah. maanta maalin jimca lagu jiraa saacad mustajaab ah ay tahay, waa ugu celceliyuu dhahay haddana waan waanwaaniyey waan dejiyey ninkii gurigiisa uu aaday. ani waan baxay casirkii markii la dukaday, meel waxaan aaday maktab ee masaajidada inta waxaa ku yaalo badanaa masaajidada waaweyn oo maqaasilka ku yaalo waxaa ku yaalo makaatib waxa la dhaho, ama meel la iskugu imaado, meel oo dadka ku sheekaystaan. haddii uu masjidka masjid maqsalo ku taalo ay tahay makaatib ama xafiisyo waxaa ku yaalo, dadka iskugu imaadaan, isku salaamaan, ku sheekaystaan shuuqdii wixii arrimihi lagu dejiyo. masjidka wuxuu yiri ninkii imaamka ahay wuxuu lahay maktab uu lahay oo meesha aan fadhiisan jirnay aan ku qaxweysan jirnay casirkii ninkii gurigiisii u noqday. anigana maktabkiiyaan furay, maktabkiiyaan galay, nin min zamaan iigu dambeysay oo taajir ee oo wax leh oo maasha allah ilaahay karamiyey oo dadkii hore aan isku naqaano kala harnay ee tahay nin walba duruuftiisii adduunya uu raacanahay. ninkiyaa meesha noogu imaaday keefakiyaa fulaan casaag tayib maasha allah tabaarakalla see tahay hebelow sooma fiicnid annaga waa fiicannahay min zamaana igu kaa dambeysa haa alxamdulilah. ninkana wuxuu ahaay udhahay saaxiib caqaaraad, saaxiib caqaaraad waxaa la dhahaa dadka guryaha kala gado, dadka guryaha dhiso, dadka guryaha ka ijaaro, dallaal dallaale camal, laakiin asagana gurya leh ahaa ninkan. oona dadka qaarkood oo tujaarta eh wadankan waxaa loo dhiibaa furayaal, dadka masaakiinta guryo dejiya la dhahaa maasha allah tabaarakalaa. ninkii markaan sheekaysano meesha ku qaxweysan uu leeyahay imaamkii, oo ninkii aan sheekaysano waxaan dhahay fulaano abuu fulaano waxaan rabay shuko ma haysa oo nin maskiin oo faqiir eh jiiraankeen ah aad u dhibaataysano maasha allah maasha allah saaxib oo maasha allah duuday maxaa la dhahaa
أخلاق طيب إيه أخلاق دي سن إيه في عندها آميشان كم رجيسن وشقة وباهية شقة وحالها جوري يعني جوري أفرقل إلى شنقل ككو بنا شقة في عربي قالوا لها ما شاء الله تبارك الله نينكي وحده هاي إيه وأبشرك بالخير وحها هيستا وحها يا شقة حتى عندها لقى قاعدة حتى الدمي وما شاء الله أسبوع عن توضيب لو سمي أول نديفي أو مفتاح هذا لو ربو ما شاء الله تبارك الله أو فادي أها هاي وأول جديد ما شاء الله تبارك الله أنا وحده إيجار أسكو قون ديناي ويا هاي قير الله كسيو قيرا إي شيكت وإيجا فرحيسي نينكي إمامك أي وحان أي ويري نينك وحا قصدك شاكينا ونينكي إمامك نينكي إمامك أي وحان أي ويري قير الله كسيو نينك أخلاق دي سمتقانا ها نين أخلاق دو أخلاق طيب إهوا يودها نكان وما شاء الله تبارك الله وإلهي ما شاء الله تبارك الله كحرن أو صلاة دن كحرن أو ولس ورئيس تماشان أهم شيء تتكان مركي ناقل القدرة نينك أما نينك مركي أو جرل سود الجناي تتك مساجد كي تتك جيران كلا ورئيس تا تتك ودن كان رش ساس يسكو ورئيس تان نينك ولا ورئيس تروحوا نين مساجد كأن كبحن واعي ما شاء الله تبارك الله and ninkii wuxuu dhahay muftaxi qalaas waa ku siinayaa markoo ninkii rabo inuu istaago oo saaxib al-akhaaraadka ama ninkii guriga ka hadlay oo asaga lahay markuu rabo inuu istaago waxaan dhahay hayee ijaarkii samee qawaay abashirak bil khair ma ahan wala ijaar wala shay sadaqa waay madal haya yaani qeyra ku sheegayo oo dhahay guri guri ijaar ee ma ahan waa guri sadaqa ee illa noloshiisa inta ka dhiman qofka deganaan kara oo ka dhinto ninkii wuxuu dhahay sida u farxay imaamka ahay oo na qatiibka masjidka ka ahay sida u farxay waa yaabaysa ma sha Allah tabaarakala inta ninka la sheekeysanay oo qaxwada cabeeyna oo sheekeynayna oo wadayaash markay meesha isku imaadaan fadhi ku dir amal wax leh laga sheekeynaa moogta ma sha Allah ninkii wuxuu dhahay dhagtayda wax ka yiraahay ninkii aan niyadiga taagan walaac dhagta wax in la igu sheegay oo maleysa ninka waa la sheekeysanaa ma ahan ninkaas aan ka fikiray oo hintiisi oo maanta fajirkii arkay oo duurkii arkay oo casirkii arkay wajigiisa waxa u maleysa murugada ka muuqato xusniga ka muuqdo waa yaabaysa ani ma ogi ninkii gurigiisa hadana u noqday anigii farxad albaabka u gargaraacay waa u tagay guriga masjidka u dhow yahay u gargaraacay waxaan dhahay abu fulan saataha ma fiican tahay alxamdulillah waa fiican murugtii sidii aga muuqataan maanta qeyra ku wada waay ma sha Allah tabaarakallah wili waa xasiinsan yahay wajigiisan fiirinayo hawdhaan wuxuu yiri alxamdulillah haye maxaa sameeyse wala shay sidii ilaahay alxamdulillah ilaahay u baryaaya ma sha Allah tabaarakala waxaan dhahay oo dhahay guriga ku soo helay waa farxay ma sha Allah tabaarakala guriga ku soo helay ninka oo waxaan ka tagay ninka oo saaxib al-aqaaraadke ninka lambarkayga soo siiyo dhahay ma sha Allah lambarkan qaado ninkaana ku rabo waa saaxib al-aqaaraad ama dad guriyaha ijaaro oo guriga ku haya waa ee meeqa waa guriga lacag ma ahan balaash waa ninka wuxuu dhahay farxad oo hin istaagoob ka dhici lahaa waa soo xilay ninka oo isku dardaray markaas markuu ninkii boorkii oo hintii iyo calool xumadii iyo farxadii iyo waxay tahay uu ka sii way isku dardaray oo dhahay anigana ani wax bal la yaabanahay saacadaha yar oo ilaahay imaamka oo masjidka dhahay saacadaha yar oo ilaahay ninkan ilaahay farajku ugu furo aba la yaabanahay ninkani wuxuu dhahay ma farxada ma oohina maxaa lahaa asaga dhan wuu isku dhaxyaacay ninkii inuu suuxa wax yaraa ka dhiman anigana waxaan la yaabanahay uu yiri ninkii imaamka ahay saacadaha ilaahay farajka ugu furay markuu ninkii farxadiisii iyo maxaa lahaa isdhaxyaaciisii u dhameystaan weydiiyey waxaan dhahay waa daari as'alak billaah bidimmatak maxaa samaysay oo ilaahay saan kuugu saqiray ninkii wuu ifiiriyey haddana waa ku celiyey as'alak billaah iga qaranayn wax aad samaysay maanta fajirkii markaan kula soo dardaarmay ilaa inta ka haa hadda ka dhaxlay oo weli maqrib aan la adimin wax aad samaysay maxay tahay wallaahi wax ma samaynin ish fi baynaka wa bayna allah adigii ilaahay maxaa idin ka dhaxay oo maanta samaysay aan dhahay wuxuu dhahaa waxa uu yiri dhahay wax kale ma samaynin markaan inta ka soo waanisay salaadii fajirka soo dukaday qolaan isku xiray ciyaalka iyo naagta way iska dheereeyey albaabkan gudaha ka soo xirtay tusbaxaan qabsaday salliga nebiga ah intaas ku sallinay meeqa ku sallisay waxaan ku salligay ma aqaan u dhahay afar saacadood qolka ku xirnay
من صلاة الفجر إلا لقى قدم أدنك كوات أو صلاة الجمعة لو أدي لهاي لقى قدمه تقريبا 4 ساعات 4 ساعات وشوية عن وحان سلي النبي اللي ودي ونكو سلنينا يا اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وكو علي مركان قياس تي إلا ميقى ساعة إلا أفر ساعة إلا أفر ساعة يحوه ويري ننكي إمامكي أو كشيكين أقسم ما شاء الله تبارك الله وحوده ما شاء الله نين صالح أهاتهاي صاحب البيت كي أما صاحب المكتب كي أما صاحب العقارات كي قرقة كسين هاي لمبر كان ويسو ديب لمبر كان وع نين كان لحرير ما شاء الله تبارك الله نصيحة دكو حسين هاي قصد كسو فيري وليها سلي النبي هدي ديل سنة أنا جانا وايد ده هاي تاس مركاتي أنت هاي سلي النبي هدي ديل سنة يا بنات يا أولاد يا أخواتي يا أخواني قبل يو يوللي يو قبلها المها عند على أي ولش عند على أو كله ما شاء الله الحمد لله سلي النبي هدي ديل سنة مروك مكو هاي ساعة قبل ما جعشها ملقود دي دنيا هاي وي قبل يه أدي جانا نين مسربتين هو يلا غير هبل واي مكو دي دنت هاي سلق النبي هو استعمال ولا هو يضع ولا أبها ولا ولالك ولا أمد إلهي ولا تتك أشقيسد ولا قال هذا أهل النوشين ولا تتك عربها أشقيسين ما شاء الله تبارك الله إلهي فرج وكسر وفرايا أنا قا سوبروبي أسأل المجرب ولا تسأل الطبيب أنا سوبروبي وحكى لقور أركي سلق النبي تتك قلوبته ذا محبة وقريسة وحبا ما سينين يا وحنا ما أصمينين ويكو جعلانا عيان تاسر وكو أركي عرب إيه عجب بحيط هاي فريقة لقاقي استاقايا إن تاسنا محاكسي هرويس أو هروي فيديو وهرويسو وصو شاقة وحاينا دهاي هدي هو يلا نوشا هاي كفا إيديسو إنتا أديقا آد وينانين يا آدم وينانين أو بري أدي النفطة عدوكو مشغولين إلما عدوكو مشغولين فرصة إيهكو نافين كفا إيديسو وح أقبا وح أقبا نكرتيد هدي شاقا كعربتا أشاقاي هدي وح كعربتا سي وهلغو سينا بري adoo taas furahaas kow isticmaashaan furahay saliga nabiga ka dayma laanin hadda salaati ibraahimiyada dhihin gariin gabdhaha isoo weydiyeen ilaa 3 gabdhood wuxuu soo weydiyeen ani waan jiranahay odagana way igu jiranayaan saliga nabiga isticmaal hadda maanta qisadaana idin keenay gabdhaha qaarkood ay iga soo dalbadeen waxay dhahayaan qisooyin noo soo fasira qaarkood commentaadka ay ku soo qoreen qaarkood telegramka ay iga soo wacan maasha Allah tabaarakallah qisooyinka noo soo fasir oo af carabiga ah af soomaali noo soo fasir maanta ما شاء الله تبارك الله وحنا نودي قصدي إيه نينك مسكين كأي صاحب البيت كأما نينك مسكين كأي نينك جرجة له أو جرجة نينك كبحسن أي إلهي أفر ساعة ضاد يبر وسلي النبي أقرن أي ما شاء الله أو اعتزال أو أم انكسار وإلهي هرتيسة إسكوجبيه وإلهي تسيء إنه أدون كيسة أي فرج غير قبو وغفر marka gabadhay ahay ninka loo diidan yahay ama nin yahay gabadha loo diidan ee gabadheeda ma guursanayso lagu leeyahay ictizaal samay saliga nabiga ugo qol isku xir 4 saacadood 5 saacadood aniga mowduuca soo baroobay wax qeyr qabo faraj qeyr qabo dadkii ku nacay oo wajiga ku bedelay uqsim bi ayatillah dadkii ku nacay oo sanka ku taagay uqsim bi ayatillah dadkii ku nacaayay oo ku yeesay oo waxa arkaysa maasha Allah tabaarakallah yaa kabah ka daba qaadaa kabah ka daba qaadaa dadka u shaqeysa waxa arkaysa oo maasha Allah tabaarakallah fadhiga kaaga istaagay dadka waxa arkaysa ayaga ka waaweyn madaxa laga shuminaa warabil mus'haf taas anay weydi madaxa laga shuminaaya awalan hooyada haday noo shay ka duceyso aabaha iyo hooyada hooyada ugu daran hooyada ka duceyso xoogaada si waxay rabtaa si biriyal ugu siina taaniyan saliga nabiga hadda bilaaw maasha Allah tabaarakallah waxay hooyada kugu la dhagtana si hooyada waxay kugu la dhagto si biriyal ugu siina taas aniga i weydiin saliga nabiga ka dayma laanin maasha Allah tabaarakallah hawsha ay ku dirto hooyada u soo sameey idii ooyinina adiga ooy laak biriyal ugu sameeyna taas aniga i weydiin saliga nabiga ka dayma laanin labada siraa isticmaal jiray wallahi waxa arkay dad iga waaweyn fadhiga niga istaagay madax leega shuminaay hada min fadlillah ma sha Allah tabaarakala duco hooyo ay ku duceysa waay hada min fadl salaata an nabii ma sha Allah tabaarakala hakal dayman aan ictizaal u sameeyneysa gooniya u baxaysa ma sha Allah tabaarakala
سلق وكفى ديسو ماشي تطلع لحد للهيد إلهي لها ظل سلق النبي كعل علي كعل علي كعل علي واتي حديث كوها أبي ابن كعب إن يا رسول الله كم أصلي عليك فما شئت وتودهي سدح جير وكعلي ودهي يكفى همك ويغفر ذنبك ويقضى دينك نوال راعيا محا يا رسول الله ما قجر اياك وصليا نص صلاة نص وقت جيجا وقت جيجو دنا سدح جير وكعلينايا ما شاء الله تبارك الله وح أربت وح الله وح أربت مركو ده هاي وقت جيجو دن أنكو وصلنا عيان وحي هاد حديثك يكفى همك ويغفر ذنبك ويغضى دينه هذا دين ميسان تهاي والجوجلي هدين إن شاء الله ويكا قد ميسا إن شاء الله بإذن الله ويكا قد ميسا ودين تقو قطر صن أي تهاي ومركز نيدا أجلست وسجود يركوع دي الله كويديسد الله يفرجوك وفرايا ما أنت قصة ده نحو كساب سنات ما شاء الله تبارك الله ninkii maskiinka ahay iyo imaamkii masjidka oo nooga sheekeeyay oo saaxib albayt guriga baxsanahay ilaahay faraj qaar qaba u furay guri maasha allah tabaarakala cusub furihiisa wato oo fariiq dhan waayta fariiq dhan gruub dhan uu ilaahay u soo cabiidiyay guri u soo dhisay shugu u soo dhisay ninna shugu ka baxsanahay ama guri uu dego ka baxsanahay ku guursanahay ninna guri uu diyaariyay هذا من فضل الله ثم من فضل الصلاة على النبي مركا يا بنات وحين الله حكا دايما لآننا قصدين ما انت ماشا سينوغو اكتهاي وقصة عن صوف السيري إيقب دهي قصود البدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.